حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنخصص هذه الحلقة لمناقشة مآلات تأخر انعقاد مباحثات الكويت بعد رفض وفد الميليشيا مغادرة صنعاء. إذن مشاهدينا، قبل ساعات من انطلاق الجولة التي تم التحضير لها لأشهر، تأجلت لأكثر من مرة هذه الجولة التي أعلن اليوم من قبل وفد الميليشيا رفض المغادرة إلى الكويت حيث تعقد المباحثات. الميليشيا بررت موقفها هذا باستمرار الحرب حسب قولها، رغم أنها هي نفسها من يستمر بالحرب ولا تزال ترسل تعزيزاتها العسكرية إلى كل الجبهات بحثا عن مكسب على الأرض قبل الجلوس على طاولة المفاوضات. كما أن هذه الميليشيا بقيت طوال الأشهر الماضية مشاركة في تحضيرات هذه الجولة من المباحثات، وانتظرت حتى الساعات الأخيرة لتعلن أنه لا يوجد أجندة لهذه المباحثات في مشهد بدا واضحا على أنه تنصلا من كل الاتفاقات السابقة التي على أساسها تم الاتفاق على الذهاب إلى الكويت، فيما من المؤكد أن هذا التراجع لن يكون سوى تراجعا لحظيا. يرى كثير من المراقبين أنه ليس أكثر من إيحاء لأنصارها أنها لا تزال تملك من القوة ما يمكنها فرض شروطها، وأن الميليشيا في نهاية المطاف ستذهب إلى الكويت وستعقد المباحثات. إذن مشاهدينا، دلالات التأخير وأثره على فرص نجاح المباحثات ستكون محور نقاشنا هذا المساء، لكن بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. تأجيل آخر يؤخر انطلاق المباحثات بين الحكومة وممثلي الميليشيا في الكويت، ويجعل مصيرها معلقا بعد إعلان الخارجية الكويتية تأجيل المباحثات إلى أجل لم يحدده الإعلان. وفد الميليشيا الذي كان من المفترض أن يلحق بوفد الحكومة بالكويت بقي في صنعاء متذرعا بضرورة إيقاف الحرب قبل بدء المباحثات، بينما قوته على الأرض هي من استمر بخرق الهدنة منذ الدقائق الأولى لدخولها حيز التنفيذ وحتى اللحظة وفي جميع الجبهات. مسيرة أشهر من التحضيرات التي بدت ناجزة هذه المرة انتهت إلى ذات الطريق المسدود للجولات السابقة، حيث الاتفاق على أجندة المباحثات ولا أمل بخروجها باتفاق ينهي الحرب. إن المحادثات التي سوف تنطلق للكويت بالثامن عشر أبريل نيسان الجاري تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقا لقرار مجلس الأمن 2216. وبينما يؤكد المبعوث الأممي ومسؤول الحكومة أن المباحثات ستتمحور حول الاتفاق على آلية لتنفيذ القرار الأممي 2216، يبدو أن للميليشيا هدفا آخر وأجندة مختلفة، خصوصا مع استمرار الميليشيا بإرسال تعزيزات كبيرة إلى جبهات القتال وأهمها جبهة نهم على مشارف العاصمة صنعاء. لا يبدو أن الأمر متعلق فعلا بأجندة المباحثات، حيث سبق وأكدت الميليشيا على لسان متحدثيها بأنها تلقت رسالة المبعوث الأممي بشأنها وردت عليها، وهو نفس الأمر الذي فعلته الحكومة، فيما كان المتحدث باسم الميليشيا يؤكد في وقت سابق أنهم على استعداد لتسليم السلاح وتطبيق القرار الأممي، وعندما وجدت الميليشيا نفسها على بعد خطوة من التطبيق العملي لذلك تراجعت. مباحثات الكويت التي كان اليمنيون يعلقون عليها أملا عريضة لإنهاء الحرب ومعاناتهم الطويلة جراءها تبدو محطة أخرى للفشل مع استمرار الميليشيا في لعبتها المميتة. إذن مشاهدينا، دلالة التأخر وعدم ذهاب وفد الميليشيا إلى مباحثات الكويت يومنا هذا سنناقشه مع ضيوفنا. سينضم إلينا مختار الرحبي السكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية، كما سينضم إلينا عضو اللجنة المركزية لتنظيم الوحدوي الناصري مانع المطري، وأيضا سيكون معنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. إذن مشاهدينا، نبدأ مع السيد مختار الرحبي. سيد مختار، مساء الخير. أهلا وسهلا ومساء النور. أهلا بك سيد مختار. ما آخر المستجدات في الكويت؟ هل سيحضر وفد الميليشيا أم لا؟ المعطيات تقول أن حتى هذه اللحظة لم يحضر ولن يحضر الوفد الميليشيا الإنقلابية، كما عودونا الطرف الإنقلابي أنهم يتأخرون، تأخروا في جنيف 1 وتأخروا في جنيف 2، وها هم اليوم يثبتون للشعب اليمني أولا وللعالم وللمجتمع الدولي أنهم ليسوا مع السلام، ليسوا مع تنفيذ القرار الدولية، ليسوا مع إحلال الأمن والاستقرار في اليمن. بالتالي تأجيل انعقاد الجلسات الافتتاحية للمشاورات يتحملها الطرف الإنقلابي، وعلى الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي أن يكون شفافا وأن
يدين هذه التصرفات. نعم، ولكن سيد مختار، هل هناك مبرر من قبل هذه الجماعة؟ يعني هل هناك مبرر لعدم الحضور حتى اللحظة؟ نعم، هم يقولوا أن هناك مبررات لهم، يقولوا أنه لا يوجد هناك جدول أعمال ويطالبوا بوقف وقف إطلاق النار، مع أنهم هم من يخترقوا الهدنة وهم من أطلقوا النار وهم من يتقدموا ويحاول التقدم في كثير من المناطق في نهم وفي تعب في كثير من المناطق. نعم. بالتالي هذه التبريرات غير مقبولة، إضافة إلى أنهم طلبوا جدول أعمال. نعم، أين كانت هذه التبريرات قبل ساعات من انطلاق يعني من موعد المباحثات؟ أين كانت هذه المبررات؟ لماذا لا توضع قبل؟ نعم، هم متعودين أن في اللحظات الأخيرة يقدموا هذه التبريرات، يعني هم تقدموا بتبرير لا يمكن لأحد أو لعاقل أن يصدقه حينما طلبوا جدول أعمال للمشاورات، وهم وقعوا وهم وافقوا على المسودة التي تم تقديمها من المبعوث الدولي إسماعيل ود الشيخ أحمد. بالتالي هذه المبررات أعتقد أنها غير مقبولة ولا يمكن لعاقل أن يصدقها. نعم سيد مختار، يعني وصول وفد حكومي إلى بالموعد المحدد لهذه المباحثات بينما الطرف الآخر تعامل معها قد يمكن القول بنوع من الاستخفاف، يعني إذا كان يعني برعاية الأمم المتحدة ولا يصل الفريق حتى اللحظة، ما هو الموقف في الجانب الحكومي؟ يعني الموضوع فيه نوع من قد ما نسميه من الإهانة. هو ليس إهانة، هي رسالة وجهتها الشرعية أكثر من مرة، أنها مع السلام، أنها مع الاستقرار، أنها جاءت إلى الكويت تحمل السلام وتحمل ورقة السلام وتحمل الأمن والاستقرار وتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية والإنسانية أمام الشعب اليمني، أنها تبحث عن السلام والاستقرار. بالتالي نضع هذا الموقف الذي أنا أعتبره أنه موقف غير مسؤول، ونحن متعودين على هذه المواقف الغير مسؤولة من الميليشيات الإنقلابية. إذا كانت الميليشيات الإنقلابية قد قامت بقتل الشعب اليمني وقامت بانتهاكات ضد الشعب اليمني ودمرت المنازل وفجرت المساجد، بالتالي هذه المواقف ليست مستغربة على الميليشيات الإنقلابية. نحن نتعامل مع ميليشيا مسلحة، ميليشيا لا تؤمن بالسلام، ميليشيا لا تؤمن بالعمل السياسي، ميليشيا تحمل البندقية لقتل أبناء الشعب اليمني. بالتالي كل هذه الأعمال أنا أعتقد أنها ليست بغريبة على هذه الميليشيات. نعم. لكن ما نرجوه وما ندعوه هو أن يكون المجتمع المدني على قدر المسؤولية، نحن أمام لحظات تاريخية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وأن يقول أن من يقوم بعرقلة الأمن والاستقرار والوصول لتنفيذ القرار الدولي هو الطرف الإنقلابي، ويكون الموضوع فيه جدية وفيه صراحة وفيه إعلان للمجتمع الدولي وللمراقبين وللعالم بأكمله. نعم سيد مختار، تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. مساء الخير سيد إبراهيم. يا مساء النور. أهلا بك سيد إبراهيم. ما دلالة تأخر وفد الميليشيا عن حضور المباحثات في الكويت وتأجيل الجلسة الأولى التي كان من المقرر أن تعقد صباح اليوم؟ أنا في اعتقادي هناك عدة أسباب. ربما أول الأسباب هي انقسام بين ميليشيات الحوثي وصالح حول التمثيل وحول قضايا أخرى، لكن أعتقد الجوهر هنا هو أن الميليشيا لا تؤمن أولا بالسلام، ثانيا حاولت أن تسجل موقف دولي عندما ترى المطالبات التي تطالب أو التسريبات التي سربت إلى وسائل الإعلام، تقول بأن هناك بأنهم يودون الحصول على نوع من وقف إطلاق النار أو الضربات الجوية من قبل قيادة التحالف، ومن خلال هذا يستطيعون جر المواقف الدولية أو حتى الإعلام الدولي للوقوف إلى جانبهم. أنا في اعتقادي لم يكن هناك ما بحوزتهم تقديمه من أجل مفاوضات حقيقية. هؤلاء مجرمون أقدموا على انقلاب متكامل على الشرعية في اليمن وعلى مخرجات حوار الوطني وعلى اليمنيين ويقتلون شمالا وجنوبا. هؤلاء لا يبحثون على سلام. فاعتقادي أنه تفضل سيد إبراهيم، هو يعني إذا كانت هذه المبررات أن إيقاف القصف وغيرها من المبررات التي طرحتها، لماذا لا تطرح قبل يعني قبل موعد المباحثات بيوم أو يومين، مع أن يعني بوادر حسن النية كانت واضحة حتى اللحظات الأخيرة؟ يعني لم يضعوا شيء من هذا القبيل، لماذا يعني لحظة انعقاد هذه المباحثات ظهروا بهذه المبررات؟ في اعتقادي هم أولا ظهروا في السابق كان هناك زخم
إعلامي يواكب كل تحركاتهم في السابق. الآن لا يوجد أي زخم إعلامي يتكلم على مواقف الحوثيين. كما تعرف الناس كانوا يتحدثون في الأيام القليلة الماضية عن تطبيق قرارات مجلس الأمن وأنهم ذاهبون من أجل هذه الخمس النقاط التي ذكرها الممثل الأمين العام للمتحدة ولد الشيخ في اليمن. كان يتحدث على انسحاب الحوثيين من المدن. نعم. كان يتحدث على تسليم السلاح للدولة. كان يتحدث على كل ما يطلبه اليمنيون من وقف هذه الحرب، وهذا لم يكن في صالحهم. فاعتقادي كان يدركون ذلك منذ اللحظة الأولى. وأيضا لو ذهبوا إلى الحوار كان سيفقدون كثير من يتبعوهم، وبالذات سينقسم التحالف بينهم وبين ميليشيات المخلوعة لعبد الله صالح. فهذا تأخر الذهاب إلى هناك هو من أجل جلب المزيد من النقاط والأشياء الذين يودون الحصول عليها، لأنه مجرد توقيعهم على كثير من الأشياء التي كانت ستحصل في مؤتمر الكويت كان سيكون هناك يعني ضغطا متضاعفا من المجتمع الدولي من أجل تنفيذ تلك النقاط الذي وقعوا عليها مؤخرا، ورغم أنهم ينقضوا كل الاتفاقيات والمواثيق إلا أنهم يحاولون جر الناس إلى مربعهم. أنا في اعتقادي أنه كانوا يودون من ذهابهم إلى الكويت هو فقط الاتفاق حول حكومة أو مجلس رئاسي أو حكومة انتقالية من أجل شرعنة الانقلاب وإلقاء القرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. هذا ما كان يسعى إليه الحوثيون، لم يتحقق لهم هذا الهدف، فلذلك رفضوا الذهاب إلى الكويت. هؤلاء لا يبحثون على سلام. من يحاصر تعز، من يقتل المدنيين، من يسحب عامة المساجد من منازلهم وقتلهم أمام أطفالهم، من يخطف أكثر من 5000 ناشط سياسي وأكثر من 2000 ناشط اجتماعي، لا يؤمن أصلا بالتغيير السلمي. لا يؤمن بأي اتفاقيات، وهؤلاء قد جربناهم مرارا وتكرارا. أنا في اعتقادي إذا لم يكن هناك حسم حقيقي على الأرض، إذا لم ينتفض الشعب اليمني لإنهاء حقبة صالح والحوثيون، سنستمر في نفس الدوامة، سننجر نحو السيناريو السوري. ومن ثم ستهدد أمن المنطقة. يعني هناك استحداثات جديدة في الخطاب الأمريكي نحو المنطقة. أوباما قال في آخر مقابلة له مع جريدة الأطلنطيك أنه يجب على المملكة العربية السعودية أن تتقاسم المنطقة مع إيران، وهذا خطأ في حد ذاته. نعم سيد إبراهيم، تكرم بالبقاء معنا. نعود بالسؤال إلى السيد مختار الرحبي. سيد مختار، البيان الصادر عن المبعوث الأممي لم يشير إلى أن القرار الأممي 2216 وتنفيذه هو ما ستبحثه المباحثات. هل يعد هذا تراجعا من قبل ولد الشيخ واستجابة لضغوط الميليشيا؟ سيد مختار، هل تسمعني؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد مختار الرحبي. نعود إلى ضيفنا الآخر سيد إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، هل يعني إذا في حال لم تأتي الميليشيا بنفس الموعد أو إذا ما تأجلت المباحثات لساعات أو ليوم، يعني ما الموقف الذي يجب أن تتخذه الحكومة الشرعية حيال يعني هذا الذي قد نسميه الاستهتار في من قبل الميليشيا في الحضور لهذه المباحثات؟ أنا في اعتقادي أنه على المجتمع الدولي وبالذات الأمم المتحدة أن تأخذ موقفا يعني جادا في هذا الأمر. على ولد الشيخ أن يكون له بيانا حقيقيا بأن من يعرقلون أي تقدم على المسار السياسي والسلمي في اليمن ومن يواصل يعني جر اليمنيين إلى الحرب هم الحوثيون وميليشيات صالح. يجب أن يكون ذلك واضحا على المجتمع الدولي مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول التي ضغطت نحو المؤتمر الكويت لكي يتم إنجازه، أن تقف الآن مع الشرعية وأن تواصل دعمها من أجل تحرير الأراضي اليمنية. هل تتوقع أن المجتمع الدولي سيكون له يعني موقف صارم من في حال لم تنجح هذه المباحثات؟
أنا في اعتقادي كله سيتأثر بالموقف الخليجي والموقف الشرعية اليمنية. إذا مارست الضغوط بطريقة ممنهجة وبإعلام محكوم وبتحركات على الأرض، طبعا سترغم المواقف الدولية من تغيير تلك المواقف، وأنه لا حل إلا بالحسم نحو هذه الميليشيات الإنقلابية التي تجر إلى اليمن إلى الحرب والهاوية. هذا الذي يجب أن يكون هناك يعني مخطط كامل بالنسبة للشرعية وقوى التحالف، بأن الحوار مع هؤلاء المجرمين والقتلة لن يجدي ولن يصلنا إلى أي نتائج إيجابية أو سلمية. يعني هناك كان حوار وطني يا أخي لقرابة العشرة الأشهر وانقلب علي هؤلاء، فما الضامن أن لا ينقلبوا حتى على أي حوار قادم أو اتفاقيات قادمة؟ هؤلاء لا يؤمنون بالحوار إلا من أجل الوصول إلى هدفهم. نعم، هل تتوقع سيد إبراهيم أنهم سيذهبون يعني من أجل الانقلاب عليه لاحقا؟ نعم سيد إبراهيم، تتوقع أنهم سيذهبون في يعني بعد هذا التأخير، أم أن يعني مطالبهم أبعد من أن يذهبون إلى المباحثات؟ كل شيء وارد، لكن أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، أنه في بيان ولد الشيخ الممثل الأمين العام للمتحدة قال ألقي من فقرة البيان قرارات الشرعية الدولية وتحدث فقط على تطبيق مخرجات الحوار الوطني وعن حلول شاملة. نعم. فما هي تلك الحلول الشاملة؟ يعني إلى ماذا يشير ذلك؟ أنا في اعتقادي هناك تمارس ضغوطات دولية من أجل تسوية سياسية على حساب حقوق الشعب اليمني. أي تسوية سياسية بدون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بدون سحب السلاح، بدون الانسحاب من المدن ومحاكمة المجرمين، فهي في وجهة نظري ستكون فقط يعني ستذهب ستمر الحرب فقط إلى الأمام وإلى أجل قريب، ومن ثم يعني سيستمر الحرب بالشكل أسوأ وأضرع من ما يوجد الآن. نعم، ولكن هو أيضا البيان أشار بالنسبة للمواقف الدولية بثت الأمريكية. نعم. أمريكا الآن تمسك الوصى من العصا من الوسط، لا تود أن تصنف الحوثيين ك يعني جماعة إرهابية إنقلابية، حاولت مارست الضغط على الحكومة اليمنية من أجل يعني مراجعة حساباتها في القرارة الأخيرة، ضغطت على كانت تحاول أن توضع بحاح من أجل يسهل لها يعني التحكم بالشأن اليمني كامل. هناك صراعات أقليمية ودولية على الملف اليمني الآن، وهذا بات واضحا من يحاول جر الحوثيين من أجل النقاش ومن أجل الحوار ودخولهم في السلطة، ومن يود أن يوقف الحركة الإيرانية التي الآن تدخل و يعني تتأثر بالشعوب من أجل يعني التدخل في الشأن الداخلي، ومن ثم الاستيلاء على كثير من العواصم العربية. نعم سيد إبراهيم، يعني في حديثنا عن موضوع البيان الصادر ل ولد الشيخ في أنه أغفل القرار الأممي الذي 2216 في هذا البيان، هل هذا يعني تراجع من قبل المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الشرعية الدولية؟ أنا لا أعتقد أنه هناك تراجع، لأن تعرف القرارات، ولكن ما سبب الإغفال يعني؟ هيئة الأمم المتحدة تختلف من مجلس الأمن، مجلس الأمن هو من أصدر القرار، والأمم المتحدة يعني منظومة مختلفة عن منظومة مجلس الأمن، وهناك اختلاف. يعني أنا أعتقد لن يتغير قرار مجلس الأمن إلا إذا كان هناك قرار جديد ينفي ما قبله أو يعدل على ذلك، لكن أنا ربما أعتقد أنها لفتة، أتمنى أن يكون خطأ إملائي أو أن من كتب البيان قد نسي ذلك، لكن حتى وإن لم يعني يتم ذكره في بيان ولد الشيخ، ما زال القرار ملزما، يعني وهو قرار هو محور المباحثات، يعني هو يعتبر محور المباحثات، أو ربما حاولوا إبعاده الآن عن البيان من أجل أن يجلبوا الحوثيين وصالح إلى طاولة الحوار، ربما كانت فقط طريقة تكتيكية لجلبهم إلى الكويت، لأنه آخر اليوم ولد الشيخ ذكر أن هناك ذكر في السابق أن هناك خمس نقاط، وأن هناك يعني المرجعيات هي مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، فهذه الأمور بالنسبة لي أعتقد أنها واضحة تماما، ولا يستطيع أحد أن يغيرها أو أن تتغير
بفقط مجرد يعني نشر بيان إعلامي على صفحات الفيسبوك. نعم، ابقى معنا سيد إبراهيم. يبدو أن السيد مختار الرحبي عاد مجددا. سيد مختار، هل تم تحديد الوقت الذي ستعقد فيه المباحثات بعد أن أجلت اليوم؟ نعم، في حقيقة الأمر ونكون معك صريح جدا، لا يوجد هناك وقت محدد ولم يتم تحديد موعد نهائي لوصول الحوثيين، لكن هناك تواصل من قبل الأمم المتحدة مع الميليشيات الإنقلابية. نعم. وكانت أيضا دولة الكويت التي تحتضن هذه المشاورات، وهنا نتوجه بالشكر الكبير لدولة الكويت حكومة وشعبا على الاستضافة والترتيبات لهذه المشاورات. كانت قد دعت و أعلنت أنها مستعدة لإرسال طائرة خاصة لأن يأتي الطرف الإنقلابي. نعم. ولكن لم يتم التجاوب معها، بالتالي لا يوجد هناك موعد محدد ونهائي لعودة المشاورات واستئنافها. ما موقف المبعوث الأممي من هذا التأخير؟ هو أصدر بيان اليوم، هو أصدر بيان إعلامي وتم توزيعه على وسائل الإعلام، تحدث. نعم. بلغة ناعمة وطلب من الطرف الإنقلابي أن يأتي وأنها فرصة تاريخية لإنعقاد المشاورات، لكن بنفس الوقت هو شكر الجانب الحكومي على التزامه بالموعد وأنه جاء بالوقت المحدد. بالتالي موقف المبعوث الأممي والأمم المتحدة بشكل عام هي موقف وسطي، يعني لم يعني تقم بإدانة ما قام به الطرف الإنقلابي، ولم تكن حتى البيان لم يكن بيان شديد، إنما كان بيان يدعوهم للعودة للمشاورات. نعم. أيضا البيان لم يشير إلى القرار الأممي اللي هو 2216، ماذا يعني ذلك؟ بالنسبة للقرار الدولي 2216 والمرجعيات الأخرى وهي المبادرة الخليجية ومخرجة الحوار الوطني. نعم. هي المرتكزات لأي حوارات قادمة، وحتى لو لم يتم الإشارة إليها فإن المرجعيات الأساسية لأي اتفاق أو أي مشاورات هي القرار الدولي والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. نعم، بالنسبة للموقف الحكومي، يعني في حال لم يحضر الوفد اليوم ولا غدا، ما الذي سيتم؟ بالنسبة للجانب الحكومي لم يتم إصدار بيان رسمي حول الموضوع، ولكن أنا أعتقد أن وصول الجانب الحكومي في الوقت المحدد هو رسالة للعالم أجمع أنهم مع السلام مع الاستقرار، لكن أعتقد أنه في حال لم يصل الطرف الآخر الطرف الإنقلابي يوم غد فأعتقد أنه يكون لابد على الطرف الجانب الشرعي والحكومي أن يكون له موقف وأن يصدر بيان وأن يقوم بعمل مؤتمر صحفي ويبين الموقف. نعم، إذن السكرتير الصحفي السابق السيد في رئاسة الجمهورية السيد مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا الآخر السيد إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، في حال ذهاب الميليشيا إلى الكويت، هل تتوقع نتائج جيدة لهذه المباحثات؟ أنا في اعتقادي أنه أي بالمناسبة قبل الحديث عن هذه النقطة، هناك قرار الآن، هناك الآن بيان من وفد الحكومة اليمنية في مشاورة الكويت. نعم. وذكرت كثير من المحاور وذكرت أنه حرصا على مصالح شعبنا وتأكيدا على التزامنا بمسار السلام وبناء على الثوابت المعلنة للمشاورات والمتمثلة. نعم. في مقررات الشرعية الدولية ومقدمتها القرار 2216 المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. نعم. هناك بيان مهم للوفد الحكومي المشارك. أنا في اعتقادي أنه بالعودة إلى النقطة التي ذكرتها، الحوثيون وميليشيا صالح أصبحوا يعني محصورين في زاوية، أولا لا يستطيعون التقدم العسكري، باتوا ضعفاء، لا يوجد لهم أي مساندين دوليين، أقصد من الناحية العسكرية والإعلامية، وأيضا من يحاول الحفاظ عليهم ربما أحيانا بشكل رمزي من أجل تدخلات مستقبلية أو من أجل يعني يكون لهم بعض الأذرعة في اليمن. نعم. لكن الأهم من هذا الآن هو يجب على الحكومة اليمنية والحكومة الشرعية وقوى التحالف توظيف هذا التأخر أو هذا الفشل
يعني قول للمجتمع الدولي والأمم المتحدة نحن لا نتعامل مع جهات سياسية، نحن نتعامل مع ميليشيات تنقلب على كل شيء. نعم. اعتقادي ما حصل اليوم في الكويت تأخير أو عدم حضور يعني وفد الوفد الانقلابيين رسالة واضحة إنه هؤلاء أهانوا الآن المجتمع الدولي، هانوا حتى أصدقائهم قبل أعدائهم. نعم. هؤلاء هانوا يعني تخيل إنه هناك تحضيرات لأكثر من شهر ل يعني لمؤتمر لمشاورة الكويت كان فيها شريكا التحالف العربي والكويت. نعم. حضرت بكل معنى الكلمة الأمم المتحدة مجلس الأمن شاركوا في هذا التحضير، ومن ثم يقول لك ان نحن لن ناتي لكن في حال قرروا لكن في حال قرروا وذهبوا خلال الساعات القادمه، هل تتوقع نتائج جيده لهذه المباحثات؟ انا في اعتقادي هناك اصرار من الشرعيه والتحالف العربي والعالم انه يجب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. اذا ذهبوا هناك هم لهم مطلب واحد، انا كما ذكرته سابقا هم يودون الالتفاف على كل هذه القرارات، قرار مجلس الأمن أقصد والمبادرة الخليجية والحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني من خلال تشكيل. هم يبحثوا على شيء واحد في 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 مشاورة الكويت، هو تشكيل إما حكومة وإما يعني مجلس رئاسي من أجل الانقلاب على كل شيء وشرعنة الانقلاب. هذا ما يبحثون عنه. هل سيحصلون عليه في هذا في المشاورة القادمة؟ أنا في وجهة نظري لا أعتقد. أيضا سينفذون قرار الشرعية الدولية؟ لا أعتقد. أيضا بالعودة سيد إبراهيم إلى موقف المبعوث الأممي، لم يكن صارما في التعامل مع وفد الميليشيا، هل هذا يعطي مؤشر عما ستخرج به المباحثات في حال عقدت خلال الساعات القادمة؟ في اعتقادي شوف يجب أن نكون واضحين، بالنسبة للأمم المتحدة هي وسيط وليست طرفا في أي نزاع أو أي حرب. الأمم المتحدة مهما هي تحاول أن تقرب وجهات النظر بغض النظر عن من هم الطرفين، هي وسيط آخر اليوم. نعم، ولكن هي تتحرك وفق أسس، يعني مثل القرار الأممي وأيضا المبادرة الخارجية، هذه أسس للمباحثات. يعني طبعا أنا في وجهة نظري أن الأمم المتحدة أخطأت عندما حاولت التوسط بين ميليشيا انقلابية ترتكب جرائم حرب وهو ما يخالف لكل الأنظمة والقوانين الدولية التي ترعاه الأمم المتحدة نفسها، فهي قد أخطأت حتى عندما شاركت وعطت المخلوع أو كانت جزء من المبادرة الخليجية التي أعطت المخلوع الحصانة. نعم. هذه هي المشكلة التي تنطلق منها أيضا، الذي يعني الأمم المتحدة هي جزء منه ويجب تصحيح. نعم. كما نعرف بالنسبة للمبعوث الأممي هو ليس أصلا مبعوثا سياسيا ولن يكون له أي باع في السياسة، كان مجرد يعني شخص يعمل في الأشياء الإنسانية والتي هي أحيانا بعيدة عن السياسة. نعم. وعن تعقيدات الملف اليمني بالذات. نعم. وضحت الصورة وضحت الصورة سيد إبراهيم، نشكرك ختاما جزيلا الشكر لتواجدك معنا في حلقة الليلة. كما مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقاتنا، وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي مختار الرحبي السكرتير السابق في رئاسة السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية، كما أيضا الشكر للمحلل السياسي من انضم إلينا من نيويورك إبراهيم القعطبي، والشكر لكم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله.